في أمر الله جل وعلا لعيسى بن مريم وبين فنق عليه السلام بالاعتصام ومن معه من المؤمنين بالجبل عند خروج يأجوج ومأجوج، قال لا يدان لأحد بهم، هل معناه لا قدرة أم لا قوة؟ لا طاقة، لا يدان يعني لا طاقة، تقول لا يدان لي بهذا الأمر، لا يدان لي بهذا الأمر يعني لا طاقة لي، ما هو معناه أنك مالك يدين، لك يدين لكن ما تقوى هذا الشيء. نعم أحسن الله. ويدان كما قلت لكم من القوة، مراد بها القوة، لا يدان يعني لا قوة لنا أو لا قوة لي في هذا الأمر.